اهلا بكم من جديد كل مشاهدينا ومتابعينا على شاشه قناه النادي الاهلي. اولى فقراتنا الحواريه النهارده يعني في الاهلي ليله فقره حواريه مميزه جدا. انا واحد معانا نجم كبير جدا من نجوم زمن الكره ومن نجوم زمن حب الكوره بقى ولعب الكوره من اجل الكوره وكان له تاريخ كبير جدا 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 في كره القدم. عمل هو وجيله معادله صعبه جدا بطوله الدوري مع الشواكيش. اللي قدام يعرفوا مين هم الشواكيش، اللي هم ترسانه واحده من افضل فرق اللي كانت بتصول وتجول في الدوري المصري وكانت مرعبه جدا وجيل كان محترم جدا، جيل 63 يعني. وهنتكلم عن الجيل الكبير ده والجيل اللي وزاه في النادي الاهلي. كمان ضيفنا العزيز كان له الشرف ان يترأس نادي الترسانه واللي يقدم معاهم في من خلال ادارته لاجيال مميزه جدا في كره القدم. كمان هو عاشق للعمل العام بوجوده رئيسا لجمعيه او طبعا مدير لجمعيه قدامة. رئيس جمعيه مش المدير. رئيس جمعيه قدامة اللاعبين. بتفرق رئيس او مدير يا سياده اللواء؟ اللواء طبعا ابراهيم الحاج. ربنا يكرمك يا شكر إيهاب، كتر خيرك على المقدمة الجميلة دي. أنا طبعا شاكر. أنا بسعد بيك دايما وربنا يديك الصحة يا رب، وبفرح إن أنا بستضيفك دايما ونتكلم. ربنا يخليك. لأن بنتكلم في حاجات مهمة جدا، سواء كان عملك التطوعي في جمعية قدام اللاعبين والمجهود اللي بتعملوه، سواء بنتكلم على صرح كبير زي نادي الترسانة والشواكيش والعصر الذهبي للشواكيش ونجوم الشواكيش والأيام الجميلة والاجيال بقى، وازاي كان الترابط بين اللعيبه، وازاي يعني دايما علمتونا وعلمتوا الاجيال اللي بعد كده حب بعض وحب الرياضه وممارسه الرياضه من اجل الرياضه بعيد عن الجانب المادي اللي طغى في الفتره الاخيره. كمان رؤيتكم بقى لتطور الكوره والدوري والمسابقات والمنتخب في الاوقات دي، نبدا منين؟ نبدا الله من العصر الذهبي عشان نرجع العصر الجميل بتاع زمان. نبدا من العصر الذهبي عشان تخلي الناس تفتكر يعني نبدا كده من موسم 63. هو ده تقريبا يعني. احنا نادي الترسانه بنعتبر عملنا خلال مدتنا كلها لغايه حتى الان دوري عام مره واحده اللي هو 63 وثلاث مرات كاس مصر. كان جيلنا احنا له الحق يعني له الفضل انه يعمل مرتين الكاس ومره الدوري. احنا الفتره لما نقرخ نادي الترسانه في الفتره من 62 لغايه 5 لغايه 67 احنا كل سنه كنا بنطلع ببطوله، يا اما بطل يا اما وصيف البطل. وده ليه بقى استاذ ايهاب؟ لان كانت العلاقه الطيبه بين اللعيبه اللي بتلعب في معاك انت وبين اللي بتلعب في الانديه المنافسه علاقه جميله قوي. فكنت تجد بقى ايه، احنا لعبتنا في الترسانه عيله واحده، نقعد مع بعض ناكل مع بعض، علاقتنا مع بعض، اسرارنا مع بعض، مفيش حد يعني كده. رتم الحياه كان اهدى شويه، كانت الدنيا اظرف واحلى من كده دلوقتي. وبعدين كان يعني مثلا من الحاجات الجميله اللي احنا ما بننساهاش لغايه دلوقتي، يعني الكابتن مصطفى رياض مثلا ربنا يديله الصحه ويقويه يا رب، كنت تلاقيه مثلا ما بنسالوش ان ديام كل ما قبله اقول له يا درش فين المسقعه؟ لان مصطفى رياض كان دايما يعزمنا عنده في البيت في بلاق ونطلع بقى شوف فرقه بقى طالعه بيت مصطفى رياض تاكل مسقعه اللي بتعملها اخته ربنا يديها الصحه. وكنا بقى ننزل نقعد على القهوه بعد نقعد عنده ونشرب المسقعه، عايزين نهضم بقى. وننزل تحت بقى كل اهالي بلاق ومعظمهم بيشجع الترسانه يقعدوا معانا على القهوه، بتبقى قاعده جميله وليله حلوه يعني. ده والجيل ده كله نجوم بقى، كله كده بقى. كنت تلاقي مثلا ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، بهاء بقى الله يرحمه الكابتن محمد بهاء وطلعت والرشيدي، دول جوان، كابتن خيري وكابتن فؤاد جوده وانا متوسط دفاع، وحسين العقر وسعيد شرشر ده في الجيل ده. وبعدين حرب مصطفى رياض الله يرحمه كابتن بدو عبد الفتاح والشاذلي ومصطفى رياض والشاذلي ومحمود حسن، دول الجيل اللي انا اعتقد اللي هو جاب الدوري العام.
هذا الجيل عمل حاجات حلوة قوي. وكان الدوري ساعتها مجموعتين، السنة اللي خدنا فيها الدوري ده كان الدوري مجموعتين، كان الترسانة في مجموعة والأهلي في مجموعة. طلع من مجموعتنا احنا، احنا والزمالك، الزمالك أول وإحنا تاني، وطلع من المجموعة التانية الأهلي أول وقناة تاني، عمل دورة رباعية. كان الماتش الأولاني بتاعنا في ملعب نادي الزمالك، احنا والنادي الأهلي. الماتش ده له ذكرى جميلة جدا معايا، عمل حاجة جميلة قوي. كان الكابتن لطيف الله يرحمه بيذيع المباراة. أنا هقف عند الماتش ده بس عاجلا كده، هنقول سريعا إن وقع اختيار اتحاد الكرة المصري على الكابتن هاني رمزي مدربا عام للمنتخب في جهاز أجير، وكمان الكابتن أحمد ناجي لحراسة المرمى. هاي الخبرين حلوين دول. وبعدين بيذيع الماتش ده، فكان أخويا وحبيبي الدكتور طه اسماعيل كان أخطر لعيب في النادي الأهلي، فكنت أنا بلعب عليه. فكان كل ما تيجي الكرة طويلة والفناجيل عارف وراه بقى ده أستاذ الأساتذة ده الله يرحمه الآخر، كان لعب له الكرة الطويلة كده بس مزورة. أمال أجري أنا وهو لغاية لما ناخد الكرة. فكابتن لطيف بقى إحنا الاتنين في الكادر بس، فكابتن لطيف يقول إيه؟ الشيخ والحاج، الشيخ والحاج، الشيخ والحاج، الشيخ والحاج، خد الحاج. فبقى مرة واحنا مسافرين، لما كنت مباراه المنتخب كان كابتن لطيف معانا، فبقول له كابتن انت دي مهمه قوي الكابتن لطيف، لكن عايزين نهني واحد النهارده من اللي وقع عليهم الاختيار والتاكيد على وجوده دايما في المنتخب المصري، كابتن احمد ناجي. تحياتنا ليك ايهاب الخطيب. كابتن عبد المنعم الحاج، مبروك على استمرارك في قياده حراس مرمى المنتخب المصري. الاول طبعا بسلم على يعني يا ابويا واخويا، ربنا يخليك يا كابتن. وطبعا يعني هو عارف علاقتي في ايه وقدره وقيمته بالنسبه لنا ايه. ربنا يخليك يا كابتن. بقول له انت وحشني جدا جدا جدا، وان شاء الله قريب جدا هشوف حضرتك ان شاء الله. مبروك اولا. الله يخليك. مبروك لمنتخب مصر، مش مبروك لك انت، لان المنتخب هو اللي استفاد من وجودك. بالعكس ده تكليف، يعني مش تشريف، مسؤوليه كبيره ربنا يعين عليها. ربنا يعينك عليها وانت قدها ان شاء الله. وقول لي بيبو يا بيبو انت صحتك جدا جدا جدا، هو فاهمني طبعا. مبروك يا كابتن. يعني زي ما يعني كابتننا الكبير اللي وقع منهم حاجه بيقول لحضرتك دي ثقه كبيره جدا، ومبروك عليك ومبروك على المنتخب. وعندنا واحد مدرب حراس مرمى عالمي يا جماعه، والله ما بقول كده، يعني مدرب حراس مرمى عالمي اسمه احمد ناجي، تحط له مواصفات، تحط له التفاصيل، يقول لك ما فيش حراس مرمى في مصر تفاجأ بحارس بيعدي كل الارقام، عصام الحضري بيحطه في حته معينه، تبص فجاه تقول لك اصل الدنيا وقعت تلاقي شيف اكرامي متالق، تبص فجاه يقول لك اصل احمد الشناوي بتاع الزمالك هو الاسد، تبص فجاه تلاقي الشناوي الاهلي هو اللي واقف في كاس العالم، وكل واحد بيوكل له الدور اللي عليه بيعمله بالشكل المطلوب. عايز اهنيك على استمرار اجيال مصر ومحافظتك عليها، وكمان ان شاء الله يعني بنامل الافضل يا كابتن في الفتره الجايه، ونشوف حراس كتير ونشوف ازدهار واستمرار للمسير اللي قدمتها الفتره اللي فاتت، وان شاء الله القادم افضل يا كابتن. كمان عايز اقول للاخوات اللي كانوا قريبين معايا، كنا يعني مش عايز اقول اخواتي واخواتي الصغيرين وعلاقتي بيهم علاقه وطيده جدا، ان شاء الله الفرص جايه كتير، وانت كنت تستحقوا ان تكونوا موجودين، ولكن يعني اتمنى لكم التوفيق في القادم ان شاء الله. وطبعا بشكر اتحاد الكوره على الثقه الكبيره، المهندس انا بريده وباقي اعضاء اتحاد الكوره كلهم، الكابتن مجدي عبد الغني، كل الناس، مش عايز اقول اسامي يعني انا عايز اقول لك كابتن، طبعا كانت منافسه شديده جدا جدا جدا، و كان ليك ثقة عند أعضاء اتحاد الكرة وخاصة المهندس هنا بريدة لتمسك بوجودك، راجل شايف شغله وشايف إمكانياتك، وكذلك معظم أعضاء اتحاد الكرة طبعا اللي كانوا شايفين الكابتن أحمد ناجي هو الأصلح لهذه الفترة وهذه المرحلة. الحمد لله. وأنا زي ما بقول لك يا إيهاب إنه ده تكليف، ما هوش تشريف طبعا، هي كبيرة جدا جدا جدا، لأن طموحات الشارع المصري زي ما شفنا بعد كأس العالم، يعني الإنجازات في هذه الأستاذة كانت إنجازات كبيرة جدا، وكل نهائي الافريقي وكل كاس العالم، شفنا ان طموحات الشارع المصري كانت اكبر من كده. نتمنى ان شاء الله مع الجهاز الجديد
ان يكون في توفيق اكبر ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن ناجي طبعا كنت محتاج فتره استجمام كده سريع، عملتها في بلغاريا. اخبار بلغاريا ايه؟ حلوه جدا، صوفيا بلد جميله، والحمد لله انا قعدت 3-4 ايام يعني فعلا كنت محتاجهم، والحمد لله يعني هنبدا بقى الشغل ونبدا الكفاح الجديد ان شاء الله. ان شاء الله البدايه تكون بكره مباراه الزمالك والمقاصه، تكونوا موجودين في الملعب ان شاء الله. ربنا يسهل، احنا لسه يعني انا يعني اللي قابلت رساله رقيقه من اخويا الكابتن مجدي عبد الغني، ومكالمه اكثر من رائعه من مهندس هنا ابو ريده. يعني عايز اقول لك يعني الكلام اللي قاله لي المهندس هنا ابو ريده في التليفون خلاني عايز انزل الملعب دلوقتي حالا، مش عايز استنى لاي معسكر ولا اي حاجه. يعني عايز اكد لك يا كابتن ناجي، ثقه المهندس هنا ابو ريده بلا حدود بلا حدود. فانا بشكره من خلالك، من بيت الاتحاد نفسه بيكلمني وبيتمنى لي التوفيق. فانا يعني هنا ابو ريده يعني دايما طول عمري بقول يا ريتني كنت عرفته من 50 سنه. اليوم 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 الوحيد اللي تعرف فيه هنا ابو ريده عرفت راجل وعرفت شخصيه فعلا يعني فاهم قوي 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 وعارف هو بيعمل ايه. اتمنى له التوفيق والصحه والعافيه يا رب. اتمنى كل اعضاء اتحاد الكوره اللي كانوا داعمين لنا جدا جدا الفتره اللي فاتت، ما خلوناش محتاجين اي حاجه. اتمنى لهم ان شاء الله الدعم يكمل للجهاز الجديد، وان شاء الله يكون في انجازات كويسه باذن الله. اخيرا رسالتك لعصام الحضري اعتزال اللعب الدولي رسميا، ورسالتك لباقي حراس مصر في المرحله الجايه. طبعا انا دايما بقول انا فخور ان انا كنت جزء من تاريخ هذه المعجزه البشريه التي لن تتكرر في العالم كله. دي حقيقه اسطوره بكل ما تحمله الكلمه من معنى. اتمنى له التوفيق، عمل حاجات اعجازيه هتخلي عشان اي حد يعملها محتاج وقت جدا، او اعتقد انه ما حدش هيقدر يعمل اللي عمله الحضري. اتمنى له التوفيق دايما، انا وعايز اقول له ان انا بحبك واتمنى لك كل خير وسعيد سنين طويله عشناها مع بعض في الملعب وبره الملعب. باقي بقى حراس مرمى مصر اللي منتظرين نظره من الكابتن احمد ناجي، ودوري سخن جدا ودوري جديد جدا هذا الموسم. ان شاء الله يعني انت بطبيعه شغلنا وطبيعه عملنا ان احنا يعني نديل العدل والشفافيه والمصارحه والسخن المناسب في الوقت المناسب، ووجودنا هيبقى مفروض انه يعني رفع الروح المعنويه للناس كتير. انا كنت بتكلم في فترات سابقه اقول ان في 10 حراس يقدروا يحطوا المرمى في منتخب مصر، الناس بتتضايق، لكن ده جزء من شغلي. الناس لازم يكون عندهم طاقه ايجابيه، ولازم يكون عارفين ان احنا شايفينهم وواثقين عليهم. ان شاء الله الفتره اللي جايه باذن الله تكون تكمله للدعم لكل الحراس، وكل واحد هيجي في الوقت اللي المفروض يجي فيه ان شاء الله. شكرا ليك يا كابتن ناجي، وتكليف قبل التشريف طبعا، وتشريف قبل التكليف ايضا لوجودك على راس المنظومه التدريبيه لحراس المرمى. شكرا ليك يا كابتن، وبالتوفيق ان شاء الله. اشكرك، وانا سعيد ان انا كلمت النهارده كابتن عبد المنعم، يعني المستقبل حبيبها القلب جدا يعني. ربنا يخليك يا كابتن، بالتوفيق باذن الله. الله يخليك يا كابتن. شكرا كابتن ناجي، شكرا. احسن مفاجاه النهارده. يعني دي احسن من الحلقه كلها. ان احنا وجودك يعني هنا بصراحة سيبقى الأفضل طبعا، وده من ذوقك واحترامك. ربنا يخليك. كابتن أحمد ناجي من الشخصيات اللذيذة والشخصيات الجميلة والرائعة، وراجل متطور جدا في أدائه وفي وجوده. وعشان تقارنه، مع احترامي كل مدربين حراس المرمى مميزين، عشان تقارنه بمدرب حراس مرمى موجود في مصر، في جاب كبير جدا بين المستوى الفني والتدريبي للكابتن أحمد ناجي وخبراته الطويلة، وبين بقية زمايله وأصدقائه وزملائه من مدربي حراس المرمى. هو بقى ده بقى انا عايز اقول لك حاجه، يعني في المدربين نوعين، في مدرب موظف وفي مدرب مطلع. المدرب الثاني ده الموظف ده عايش شهاده ويجتاب فرقه ويمشي ويعيش، انما احمد من النوع الثاني اللي هو بيقرا وبيطلع وبيشوف وبيتطور، يبقى دايما هو في مهنته عالي. فعشان كده انا بطالب اي مدرب بيشتغل في مهنه التدريب، وانا كنت احدهم، ان حتى اليوم
انا عندي اتصال في لافبرا في انجلترا بيبعتوا لي المكاتبات اللي بتطلع عندهم اخر التطوير والتحديث. ليه؟ لان رحت خدت عندهم دورات وكده، فالناس بقت ايه علاقتك بيهم، عرفوا انك انت عايز تثقف نفسك، فبيبعتوا لك المطبوعات اللي عندهم. ايضا احمد ناجي كده، احمد ناجي بيقرا كتير قوي وبيجيب بيشوف بره في ايه وبيعمل ايه، فده اعتقد ان هو هيبقى سابق كتير، فاتمنى له باذن الله سبحانه وتعالى التوفيق. ولقطه رائعه جدا منكم انكم خليتونا كلمناه النهارده بعد صدور القرار. كان الكابتن هاني رمزي معايا موجود مكان حضرتك امبارح هنا. الله. ويمكن على مدار الحلقه ما اتكلمتش معاه خالص في المنتخب، كان هو الاقرب، فكان من الصعب انك تقول المنتخب او لعدم الاحراج قبلها ب 24 ساعه او نقول تعال حاجه كده او كده، فبالتالي كان الحديث عن قطاع الناشئين والمنافسه العاديه، ولكنه ايضا من المدربين الكبار اللي يحتاج فرصه كويسه، اللي عنده سي في محترم جدا، وان كان هو مكسب للمنتخب المصري اكيد قطاع الناشئين في النادي الاهلي هيخسره بشكل كبير، كان حاطط استراتيجيه كويسه جدا، كان بيتكلم في ورش عمل لتأهيل المدربين لاستطاعتها لقيادة قطاع الناشئين في النادي الأهلي. كابتن هاني رمزي من برضو المدربين الكبار، هيكون إضافة وهيدي شكل للمنتخب. إن شاء الله إن شاء الله أتوقع بإذن الله هيبقى كده، وده شيء جميل إن شاء الله. نرجع بقى الحتة بتاعتنا الصغيرة بس بحكي لك عليها بتاعت الشيخ طه ده. فبقول لكابتن لطيف وأنا جي معايا بقى، بقول له كابتن أنت كل ما تقول خد الحاج، قال لي الله ما انا لازم اقول كده يا ابننا. قلت له طب ليه؟ قال لي ما انت بتاخدها دي واحد، نمره اتنين لو خدها طه بقت جوه الشبكه خلاص، مش هنستناك انت بقى عشان تقول لي كده. ده شوف بقى، انت بتتكلم على كابتن لطيف، يا سلام، بتتكلم على الشيخ طه وحضرتك والنجوم الكبار، يعني زمن المتعه كله. والله العظيم يا استاذ، الجيل اللي بحكي لك عليه ده ما في وقت كنت ممكن تقعد المنافسين، يعني احنا عبد الحميد شاهين الله يديله الصحه ويشفيه يا رب، جول نادي الزمالك قعدته كلها كانت عندنا في نادي الترسانه، صديقنا يقعد معانا ويتكلم ويلعب كل حاجه. كابتن ابو رجاله بيقول لي كنا بنلم نفسنا ونروح نزور لعيبه النادي الاهلي، نقعد كده في النادي ونقعد في كافيتيريا احنا ابو رجاله ده مره لما كان الكابتن حسام البدري مره النادي الاهلي وكان عنده نهائي بطوله افريقيا، فاحنا كنا الجمعيه فروحنا بقى نزور كابتن لعيبه النادي الاهلي قبل المباراه يعني ونشد ازرهم ونتكلم معاهم وبتاع. كان معانا كابتن ابو رجيل زملكاوي، الفاكهه بقى مش ممكن الفاكهه ده، ربنا يديله الصحه، خلى اللعيبه يعني اي حد جاب مشدود انت عليه طبعا، كابتن ابو رجيل خلى العمليه قاعده ظريفه كده وحلوه. والله والناس ضحكت، واللي احنا عايزين وصلنا له ان احنا شجعناهم وقفنا وياهم وكده، وربنا كرمهم ونجحوا وكسبوا البطوله ساعتها. فكابتن ابو رجيله ده فاكهه مش هتلاقيها طبعا، يعني هو ايه دمه خفيف جدا ومعاملاته رائعه جدا وانسان حنين مش قادر اقول لك قد ايه، يعني في الجمعيه احنا بنتعب من حنيتك يا كابتن ابو رجيل. الجمعيه هنتكلم عليها كتير وهنتكلم على الذكريات، لكن اسمح لي اطلع فاصل ونرجع يلا بينا نتواصل. فاصل سريع لكل متابعينا ومشاهدينا على شاشه قناه الاهلي، ونرجع نتواصل طبعا في برنامجكم المميز دائما، ومعانا ضيف النهارده بصراحه، يعني انا بطلع كده بالعافيه فاصل عشان عايز ارجع له بسرعه، فاصل وانا اتواصل في الاهلي الليله. اهلا بكم من جديد، وفقرة خاصة جدا مع نجم كبير جدا ونجم من الزمن الجميل والزمن طبعا الذهبي، والحاج طبعا عبد المنعم الحاج اللي هو مشرفنا النهارده ومنورنا، نجم جيل جميل وكلام جميل، بستمتع جدا جدا جدا، وعايزين نتكلم براحتنا بقى وبالراحة كده، لان كل الكلام اللي بتقوله بجد
بجد كلام ممتع جدا الحمد لله، وكلام كده بيوصل في رسائل لكل المشاهدين ان نفسهم يشوفوا الاجواء دي. احنا الدوري زمان كانت الناس بتنافس رغم المنافسه الشديده في السنه احنا خدنا فيها الدوري. اقول لك موقف طريف قوي عشان تعرف الجمهور كان جميل ازاي، عشان يا ريت الجماهير تاخد بالها من الكلام ده. احنا كنا رايحين نلعب المحله والشواكيش كان ليه جمهور ايه في كل حته، انا حسيتش ده غير بان رئيس النادي احكي لك حكايه بس. فخدنا كان بزمان اخص نركب العربيه بتاعت مصر السياحه، فركبنا قدام نادي الترسانه وبنلف قدام نادي الزمالك كده عشان نرجع نطلع بقى. فاحنا بنلف الحاج نصحي الله يرحمه ابو الكابتن عبد نصحي قاعد على نادي الزمالك على الباب الصبح بدري كده، فشافنا احنا بنلف، فمصطفى رياض الله يمسيه بكل خير بقى بيصب عليه بيقول له صباح الخير يا حاج نصحي، قام بص له كده قال له مصطفى رياض نادي الترسانه يا رب يجيرنا خبركم في 8:05 يا شيخ. خبركم يعني ايه؟ انت عارف بقى في الفقت ده كان الله يديله الصحه الاستاذ فهم عمر كان بيعمل برنامج الكوره في 8:05 فيقول بقى الاخبار كلها، ما كانش في حاجه بقى زمان ماتش كذا اخترع كذا وماتش كذا، هو كان بيقول بقى كلام جميل قوي، فهو بيتمنى لنا الخساره النتيجه الخبر بتاعنا السيء في الوقت ده. لكن شوف بقى الجمال، ما قالهاش بقى نروح ربنا تتغلب ولا بتاع، لا شوف الحلاوه يعني ده شيء جميل بيخليك انت تعيش الجو اللي احنا عشنا فيه. علاقات اللعيبه بقى موسم 63 ما انا جاي حاجات رباعيه واحنا عشان واقفين في الحته دي ما كملناهاش. احنا بقى الماتشات دي احنا الماتش الاولاني احنا كان في معادله بتتعمل في الكوره في الوقت ده تمام، الترسانه تغلب الاهلي والاهلي بيغلب الزمالك والزمالك يغلب الترسانه، ففي الاخر نطلع كلنا كيت 2-2-2 خلاص ما فيش، كانت النقط المكسب بنقطتين. السنه دي بقى احنا كسبنا الاهلي والاهلي كسب الزمالك واحنا هنلعب الزمالك. لو كسبت الزمالك خلاص، هو بقى في عرف الزمالك ايه اللي بيكسب؟ هو بيكسبه تمام، الكره ماشيه معاه عليك وحظه عالي عليك كعبه عالي عليك. فروحنا نلعب بقى فين؟ في الاستاد. حماد امام كان معايا في المدرسه وعلي محسن، فنزلنا رحنا جايبين جون الزمالك، راح جايبين الجون الثاني كده المفروض المباراه خلصت. فحماد امام بقى راح جايين كده قال لي بقول لك يا عبد المنعم بيني وبينه بقى قلت له خير يا حماده، قال لي روح بقى اطلع قدام شويه اجيب لك جون ولا حاجه لحسن انت خلاص كده شكلكم بقى وحش قوي. قلت له بقول لك ايه امشي لحسن انت عارف هيحصل لك ايه شويه والله يديله الصحه كابتن فؤاد جوده كان اتعور وبيلعب ما كانش فيه تغيير زمان فكان هو بيلعب باك شمال فطلعوه وينج شمال، يقوم فؤاد جوده وهو متعور كده يروح عامل الكره كده تروح داخله جون. بقينا 2-1 قربت. كابتن حمدي عبد الفتاح يروح جايب، طبعا حمدي فتاح ده نجم هجوم متوسط هجوم مصر من الخمسينات لغايه اما احنا حصلناها يعني. حاجه ما حصلتش يعني. حجاب الجون الثاني طلعنا ايه؟ 2-2 كسبنا احنا بقى. يتفضل ايه ماتشنا احنا والقناه؟ هم بدأ الماتش الرابع، هم لنا اربع فرق تمام. رحنا نلعب القناه في القناه. القناه برضو كانت فرقه جديده، فرقه مش قادر اقول لك وفيها نجوم كبار كابتن محمد عبد الله وعادل زين ولوفا، فرقه جامده جدا يعني. فروحنا كان في المحله المباراه. الله يرحمه عبد الحميد بسمعين رئيس النادي من كتر شده العصب عليه ما قدرش يقعد في المدرج. هيجيب دوري بقى؟ والله ما بقى قادر، عمال يلف كده في الحته دي. نزلنا واحنا جايبين جول. شاذلي الله يرحمه.
قعدنا نلعب محافظين على الجون بشكل مش قادر اقول لك ازاي. وبعدين كره جت ضربه جزاء طلعت الله يديله الصحه، كان هو الجون في الماتش ده. دخل الكابتن عادل الزين لعب ضربه الجزاء طلعها طلعت. كان فاضل حوالي 8 دقايق حاجه كده. كابتن بقى فتح الراجل اللي ورا بقى بس البدوي ده حاجه كبيره طبعا طبعا. واحنا مظبطين الدفاع اخطر واحد فيهم بدماغه مين؟ عادل زين. فانا عيني كل الوقت على عادل زين تحركات، لان هو لو اي كره اترفعت خلاص. فبقينا مركزين بقى على خيري ما يخليش الونج الشمال يرفع، وعلى وجوده ما تخليش الونج اليمين يرفع. هما دول اللي عملوا الشغل ده. وانت ماسك الفيرود بقى. وانا ماسك ده. والله يا اهاب انا كل كوره كنت اطلع معاه فيها انا هو دماغنا تضرب في بعض وعضمنا يعني احنا الاثنين. لان ده ايه؟ اي فرصه هتلوح له جون. 8 دقايق فاتوا علينا زي 8 سنين. وبعدين الله يرحمه كابتن علي قنديل تيت خلص الماتش. شوف بقى الحلاوه. هم بيخسروا دوري واحنا كسبانين، هم اللي جم يهنونا ويبوسونا ويحضنونا ويقولوا لنا مبروك وخرجوا معانا من الاوضه زي ما يكون هم كسبانين. وصلونا لغايه اوضه اللبس بتاعت المحله واحنا فرحانين وهم فرحانين بشكل مش قادر اقول لك ازاي. فخرجنا الحلاوه بقى احنا كسبنا الدوري. خدنا كام بقى مكافاه عشان الناس تعرف؟ بس خدنا 15 جنيه. لا بسم الله ما شاء الله. ده كان رقم جامد قوي. مكافاه الدوري العام كانت 15 جنيه. جنيه دي ها يعني كانت تعمل ايه ال 15 جنيه؟ كتير قوي. تعمل كتير كتير قوي يعني هي مكافاه فعلا كانت كبيره. كبيره طبعا في يعني الوقت ده. 15 جنيه ده سنه 63 كانت كبيره. كبيره مش صغيره يعني. تجيب ايه مثلا؟ ممكن تأجر عربية تقعد بيها يوم بحاله. تجيب كتير. تجيب هدوم وتجيب لبس وتجيب يعني. في موظف كان بيقبض 15 جنيه في الشهر. شوف بقى ال 15 جنيه دول أجر موظف شهر كامل. شوف ده عمله معاه إيه يا إيهاب. لعيب الكورة وقتها كان بياخد كام؟ لا كان ساعتها مفيش احتراف، كان فيه هواية. ما كانش فيه احتراف. هما عملوا إيه؟ الأول عملوا عقد نص هوايه او عدم هوايه، كان يدولك في الشهر يعني 6 جنيه 7 جنيه كده. كنت تكسب في المشي تاخد 2 جنيه. احنا بقى في الترسانه او كلنا كنا تاخد ال 2 جنيه دول تطلع من اوضه اللبس تدي عم حسن شيلين بتاع اوضه اللبس 5 سغد كتير قوي. كانت حاجه حلوه محترمه كتير ينبسط. والولد ده والولد ده فكنت تبقى الناس كلها سعد رغم انك انت بتاخد الكلام ده. احسب بقى انت عشان الفرق ده. كانت التذكره في الاتوبيس او في الاتوبيس مثلا بتعريفه بس. الجنيه ده كان يتفك ما يخلص. يعني توك الجنيه تفضل تصرف فيه 3 ايام ما يخلص. فشوف بقى الحلاوه كده بالجذبه مثلا. هزيدك من الحلاوه بيت وهستقبل تليفون مهم جدا لنقيدنا الرياضي الكبير الاستاذ ماجد نوار. الله. تحياتي لحضرتك ايهاب الخطيب وتحيات اللواء عبد المنعم الحاج. مساء الخير. ازيك يا كابتن ايهاب؟ وحشني والله. طبعا اللواء عبد المنعم ده من الشخصيات اللي الواحد لن ينساها وربنا الله يخليك يا كابتن ماجد. يا استاذ ماجد يا جميل. انا فعلا مبسوط جدا لان هو بيتكلم على ايام طبعا يعني ايام ما كانت فيه الرياضه هي الرياضه، ايام ما كان فيه الكره الجميله. والله العظيم العلاقه الحلوه اللي بين الانديه وبين اللعيبه، مفيش حزازيه، مفيش في منافسه في الملعب، بمجرد المباراه ما تخلص يطلعوا يحضنوا بعض. نتمنى ترجع الايام دي كلها يا رب. يا رب. شواكيش بقى وقناه شواكيش. انا مش عايز ازعل سياده اللواء عشان افكره وهو متكلم على ذكريات حلوه قوي قوي قوي، مش عايز اتكلم على واقع مؤلم ومرير
انا نفسي حزين على اللي بيحصل. يعني أصلاً الشواكيش النهارده هل اصبحت امبراطوريه الشواكيش حاجه من المنسيات او لن تعود للدوري؟ هتفضل الناس مش في شباب مش عارفين ان نادي الترسانه او الشواكيش كان ثالث اكبر فريق في مصر من ناحيه الجماهيريه. يعني كان اهلي، زمالك، ترسانه. الباقي الانديه في انديه اقاليم محافظات، لكن بنتكلم على الانديه اللي ليها جماهيريه وليها شعبيه كبيره. لما انا اتفرج على الترسانه الشواكيش النهارده بقالهم 10 سنين 11 سنه مش عارفين يطلعوا الدوري الممتاز، انا ما اعرفش. انا عايز اسمع راي اللي وعد منهم الحاج، وازاي اللي وعد منهم الحاج، وازاي المجموعه ربنا يديهم الصحه كلهم، المجموعه اللي امتعتنا وهم اداريين وناس اداريين طبعا الكره المصريه، اداروا اتحاد الكره واداروا نادي الترسانه واداروا منتخب مصر طبعا مجموعه كبيره منهم جدا الحمد لله. ازاي سايبين النادي كده يا كابتن ايهاب بصراحه؟ يعني نفسي اسمع راي اللي وعد منهم في اللي بيحصل ده في نادي اقوله بعدين بسم الله. لقيت دي ماساه رياضيه، انا بكلمك بصراحه والله. أنا هو بيقول لحضرتك، هو هيقوله في خلال الحلقه، لان يبدو ان حضرتك خدته في حته قد يكون هو في التوقيت ده عايز يكمل ذكريات ويختم بقى بال ذكريات. اصل انا دي احلى حاجه، احلى حاجه اللي هو بيتكلم على الذكريات دي يا ايهاب، احلى حاجه هو بيتكلم على الذكريات. الامر الواقع هنا اللي احنا عايشينه ده عشان يبقى فيه بقى ايه، انا عارف السخن والبارد. يعني هو بيتكلم عن حياه جميله. اه والله يا سياده اللواء، ما انت عارف انت خبير بقى، وانت من الناس اللي الوسط كله بيحبك يعني الحمد لله، واخلاق غير عاديه بكلمك بصراحه يا ايهاب. يعني تمام طبعا، وسام رياضه لوحده يعني طبعاً. يقول ان اللواء عبدنا اللي يعتز بصداقته يعتبر نفسه خد وسام رياضه. يا باشا ده كتير عليا والله يا ايهاب والله. اتفضل. ان نادي بحجم نادي الترسانه وفي رموز وكانوا بيديروا الكره المصريه في يوم من الايام، كان منتخب مصر ده مش عايز اتكلم بقى، الخليل الله يرحمه، الكابتن الشاذلي، مصطفى رياض ربنا يديله الصحه، اللي وعد منها الحاج ايام ما كان لاعب ثم مدرب منتخب مصر حسن. ثم مدرب في الترسانه، حسن فريد، صلاح الفتاح، ناس كتير، ابو العز، يعني مجموعه انا بنسى طبعا، انا اسف يعني. لا واللي هو حرب واسماء كتير في مليانه. ده منتخب مصر كان يعني اقول لك. فالنهارده احنا للاسف اتمنى ان الحلقه دي يبقى تشهد جزء على يعني الموقف في نادي الترسانه. هل خلاص راح كده في النسيان، في دائره النسيان، وهم مبسوطين بكده؟ طلباتك اوامر وسياده اللواء هيقول لك طبعا. اتفضل. بان البوتيكات اللي في النادي النهارده يا ايهاب، خليني حته مهمه جدا، البوتيكات اللي في النادي النهارده لو تم استغلالها كان صح، كان نادي الترسانه من اغنى انديه مصر، وكان مش يلعب في الدوري الممتاز ده كان طلع كمان. يعني هقول لك ايه بقى، لكن للاسف الدوري الاوروبي كمان للاسف يظهر في ناس عايزين الترسانه تبقى تحت مش فوق. اشكرك استاذ ماجد نوار ناقدنا الرياضي الكبير، واكيد طرحت جزء مهم جدا، ولكن يعني نحو هذا الطرح طبعا بنرحب باي مسؤول في مجلس اداره نادي الترسانه لو كان شايف ان الكلام ده يستحق الرد عليه، طبعا حق للجميع. اكمل معاك الذكريات الجميله وهنروح للجزء ده لتقييمك للترسانه في الفتره اللي فاتت، لان طبعا وضع الترسانه ما يرضيش جماهيره ولا لعيبته القدامى، ولكن الوضع الحلو شفتك انت من السؤال زي ما جيت بصيت لك قلت لي مش هنجاوب عليه دلوقتي، يعني لان يبدو ان الموضوع ده خلاك حزين شويه. انا حزين طبعا، مش عايز كلام. هو نادي الترسانه استاذ ايهاب الفتره اللي احنا كنا فيها اللي هي كان عامل فيها الامجاد دي كلها كان تابع لورش الاماريه. ورش الاماريه دي كانت تابع وزاره الاشغال. كل العاملين كان رئيس النادي الله يرحمه المهندس عبد الحميد اسماعيل. ده كان رئيس الورش. وهو بقى كل الموظفين والعاملين في النادي كانوا بيشتغلوا في الورش الامريكي. وكان حتى السولر بتاع الغلايات اللي احنا بنستحمى بيها كنا في النادي كانت بتيجي من الورش الامريكي. فكان النادي عارف زي ما بقول لك واحد ماشي على قد فلوسه. الموظفين اللي فيه راضيين واللعيبه اللي فيه مبسوطين والفلوس اللي جايه والامور كلها ماشيه كويس.
حصل ان طفره مشي عبد الحميد باسماعيل وجانا الله يديله الصحه الله يرحمه بقى صلاح بالشاهد. النادي اتغير اتنقل بقى من نادي تابع الورقه الاماريه الى نادي تم اشهاره تابع وزاره الشباب اجتماعي ورياضي اتغيرت بقى الخريطه دي اللي بحكي لحضرتك عليها اتغيرت خالص. بقى مفيش هما لما كان صلاح بالشاهد موجود وبيعمل كلام كان بيقدر يجيب اما مشي صلاح بيه والمجموعه الكبيره اللي معاه ابتدت الدنيا تتغير الى حد ما. ابتدوا يفكروا في بدايه الثمانينات يعملوا البوتيكات دي. البوتيكات دي اتعملت وقت ما كانش فيه فلوس يعني اتعملت موارد لا كان كويسه اتعملت كويس قوي طبعا واتاجرت بس اللي عملها واجرها ما كانش عنده خبره استثماريه في الموضوع فاجرها كده. اما جه رئيس النادي ايجارات قديمه يعني بالظبط تمام وبعدين ما حددش فيها يعني المفروض انا بدي لك ما حددش فيها مده فلما انا جيت النادي لقيت البوتيكات دي اللي بره دي كلها ما بتجيبش حاجه بتجيب ما بتكملش حتى على قديمه بقى ما بتكملش حتى 100,000 فاستعجبت فجبت المستشار القانوني بتاعنا وقعدت وياه وعملنا حسبه كده يعني بحيث ان احنا نغير الكلام ده وابتدينا نستفيد من الحاجات دي واحده واحده نغير واحده واحده ونسجل بحيث ان احنا نقدر نواكب العصر اللي ماشي دلوقتي وصلنا باذن الله سبحانه وتعالى لحل وبقينا نستفيد من الكلام اللي موجود ده واحنا بالمناسبه وانا كنت رئيس النادي برضو اول نادي في مصر يجيب له راعي بس احنا عشان النادي مش مشهور ما تعرفش عننا كل حاجه جه واحد اسمه الاستاذ احمد حسين ده كان لعيب عندنا في النادي زمان ورجل مالي فقعد معانا واتفقنا وياه قلنا له احنا نادي الترسانه مشكلتنا الاساسيه في بدايه الموسم ما بيجيش عندنا فلوس فبنحتاس ما نعرفش نجيب لعيبه ما نقدرش نضيف حد ما نقدرش نعمل حاجه ما عندناش احنا بنستنى على الاشتراكات كده فقال لك انا مستعد اديكم 1,000,000 جنيه اسلفكم في اول السنه زي الوقت ده وكده بدايه موسم اديكم 1,000,000 جنيه واخدهم منكم بقى من ايراد المباريات جميل طيب احنا دلوقتي هنسدد من ايراد افرض ايراد المباريات ما جابش هنجيب لك منين؟ قال انا متنازل حبا في الترسانة ادي واحد قلت له طب الناحيه الثانيه افرض الايراد ده احنا جبنا اكتر من 1,000,000 قال 60% ليك و40% ليا كويس خدنا الاشتراطات دي ورحنا الله يمسيه بكل خير ويكرمه الدكتور عبد المنعم عماره قعدنا وياه وشرحنا له الوضع طلعنا عند الشؤون القانونيه عنده ووثقنا هذا الكلام وكنا اول ناس بنعمل راعي في كره القدم في مصر وعملنا ومشينا وكنا في الدوري الممتاز كنا في الدوري اما احنا اول ما جيت النادي كنا في دوري الدرجه الثانيه ربنا كرمنا وساعتها وطلعنا الدوري الممتاز وقعدنا بقى واحنا موجودين معاهم في الدوري الممتاز لغايه ما مشينا اللي حصل بعد كده بقى ان الناس اللي جت بقى الفكر مش رغم ان حسن فريد يعتبر رجل استثماري رجل مالي يعني هو يعرف يمشي الفلوس ازاي ويعمل ايه وبتاع لكن حصلت بقى ما اعرفش حصل ايه انا كنت بعيد بقى عن النادي كنت سافرت بره بقى ما اعرفش المشكله دي حصلت ازاي النادي بقى فجاه البوتيكات اللي احنا كنا عاملينها والشروط اللي عاملينها باظت والعمليه بقت مباظه بقى النادي مفيهوش فلوس طالما مفيش فلوس يبقى مش هتقدر تعمل حاجه ده كلام مظبوط طبعا في ظل مش هتقدر طبعا ما عندكش انت مفيش موارد وانا لما كنت حاجة. موجود رئيس النادي يا استاذ هاب العلاقه الطيبه والاسم كويس برضه بيجيب نتيجه يعني انت ايه مثلا احنا عايزين فلوس انا بشكر طبعا المهندس انديل وزير بترول في الوقت ده اما عاوز حاجه اقول له كلمه واروح قابله واتكلم معاه واقول له انا فلان الراجل ما بيتاخرش كان علينا ابدا وكتير قوي من المسؤولين كنت بروح اقعد معاهم واتكلم معاهم والناس كانت
بتساعدنا مساعده رائعه جدا. وده اللي كان مخلينا ايه قادرين نقعد في الدوري الممتاز ونتعامل مع الناس. انما النادي الترسانه بيمر حاليا بضائقه ماليه شديده جدا، محتاجه الناس تتكاتف معاه وتساعده. احنا بعيبوا علينا كلنا ان احنا بره. دي رساله مهمه جدا لكل عشاق الشواكيش والترسانه، ورساله منك واضحه عشان الظروف طبعا اكيد معروفه، والفتره اللي فاتت كان في مشاكل كتيره في الترسانه. احنا بنقول لكل واحد نادي ترسانه اهلا وسهلا تابع معاه، بس احنا اما بنخش الترسانه دلوقتي الناس بتفتكر احنا عايزين مقرب او بنخش نادي الترسانه مثلا لينا مصلحه. احنا ملناش مصلحه في نادي الترسانه، احنا مصلحتنا نادي الترسانه يبقى هو بشكل كويس بس، واحنا مستعدين نساعد يعني كلنا. الوحيد الفدائي اللي في نادي الترسانه دلوقتي الكابتن صلاح الفتاح. كابتن صلاح الفتاح ده فدائي زي يعني انا بشوف عم محمود عبد الفتاح. عم محمود عبد الفتاح ده ابو صلاح وشاكر، كان مراقب النادي يمينه، هو ربانا يعني. انا كانت متعتي ان اقعد معاه. عم محمود ده صلاح ده حته منه نادي الترسانه، ولاد النادي اللي خايفين عليه، هو ده خايف من عليه اللي شايفينه. صلاح ده مقاتل في سبيل نادي الترسانه. فانا اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان كل الناس بقى كلنا كده. اولا مجلس الاداره الحالي ما يفتكرش ان حد فينا عايز يبقى مجلس، خلاص كلكم بتتعاونوا القدام احنا خدنا بالزبط. يعني حرب في يوم من الايام كان رئيس اتحاد الكوره طبعا، انا رئيس النادي يعني مش عايز ابقى حاجه ولا ليا مغرم ولا ليا مقرب ان انا اروح ابقى رئيس نادي الترسانه. لكن اتمنى ان انا يبقى عندي الوقت ان الناس تقعد وتسمع كلام الناس وافكارها، ونجيب انا عندي اجيب ناس او اجيب ناس او اجيب ناس واجيب ناس ونقعد نعمل تجربه علشان نادي الترسانه يكبر. هي رسالتك اكيد يا ستري وصلت لكل عشاق الترسانه ومجلس الاداره، وان انتوا عايزين تكملوا الامور كلها وكلكم تساعدوا، محدش ليه باصص لحاجه، وكلكم عليكم مليانه وكلكم قامات كبيره جدا. وانا كنت بامل وقت يعني الوقت يطول عن كده، الوقت مع حضرتك بيعدي بسرعه بسرعه، لكن لازم هتكون ضيف تاني عشان نتكلم في ذكريات وزمن جميل. وانا سعيد جدا اللي كنت مع حضرتك النهارده وشرفتني ونورتني. انا اسعد والله، وفي قناه النادي الاهلي بالذات شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. شكرا حبيبي. طبعا حوار مميز.